هل الغيبة كفارة تمحو إثمها؟ أولا، إذا استطعت أن تتحلل من الذي اغتبته فالتحلل يمحو إثمها بإذن الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إنما هي الحسنات والسيئات. فأولا، إن استطعت أن تتحلل تحللت، إن لم تستطع أن تتحلل وكانت ستحدث مفسدة، استغفرت له وأصلحت ما قد فسد من الأمر قدر جهدك واستطاعتك.